احنا عارفين انه بالامس طبعا الاهلي كان بيلعب امام ريال مدريد، ورغم الخساره في نصف نهائي كاس العالم للانديه الا ان اداء الاهلي كان جيد، ويتسم كمان بانه يعني كان في نديه حتى الدقائق الاخيره من المباراه، والصحف الاسبانيه يمكن اشادت في بعد انتهاء المباراه واليوم التالي اشادت باداء الاهلي، ومنها صحيفه ماركا وغيرها اللي كتبت وقالت إن الفريق الملكي اللي هو ريال مدريد في فترات كتير خلال الماتش كان ممكن يعني يستقبل أكتر من هدف، لأنه يعني في أكتر من هدف الحقيقة ما قدرش الأهلي أو يعني ما حصلش إن هو سدد فيهم أهداف. أما صحيفة الأسبانية قالت إنه الأهلي لا يستحق الخسارة بهذه النتيجة، وكان له كان طبعا كان ند قوي لريال مدريد، وطبعا مدرب ريال مدريد كمان قال إنه الأهلي كان أخطر في أوقات كثيرة جدا في الماتش على ريال مدريد. من المقرر إنه الأهلي يواجه فريق فلامينجو البرازيلي لتحديد طبعا المركزين الثالث والرابع، وحيسعى الأهلي للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه. أما ريال مدريد هيواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، فيبدو إن احنا برضو هنكون دايما في تشجيع عربي بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يوفق الأهلي ويوفق الهلال السعودي. الناقد الرياضي عمر البنوبي، مساء الخير يا عمر، مزيد من التفاصيل تفضل. على الساده المشاهدين، الحقيقه مباراه امبارح الاهلي وريال مدريد خساره 4-0 وهو جمال ضائع كثير تقريبا الهدفين. هو انا هستأذنك يا عمر، انا مش سامعاك كويس قوي، الصوت بيقطع، لو تقف بس في مكانك عشان كده علشان ناخد الصوت مظبوط. اتفضل. يعني اعتقد ان معظم لعيب كويس امبارح المباراه، كان في اداء جيد جدا، يعني مش معبره عن سير المباراه بشكل، لكن طبعا خلاص تفكير بقى في مباراه فلامينجو. الاهلي ساب الرباط العاصمه ورجع على مدينه طنجة وبيستعد لمواجهه فلامينجو ان شاء الله يوم السبت. تمام. هم اعلنوا كمان دلوقتي اعتقد يعني ناقدنا الرياضي عمر انه حكم الماتش بتاع فلامينجو البرازيلي والاهلي مصطفى غربال الجزائري. بالظبط، الفيفا اعلن شويه تقريبا من اقل من 10 انه المباراه هيديرها مصطفى غربال، والحقيقه مصطفى غربال كمان كان مرشح للمباراه النهائيه، يعني كان مرشح كمان انه يدير مباراه ريال مدريد مع الهلال السعودي، لكن الاختيار الرسمي تم عليه لمباراه الاهلي وفلامينجو. يمكن بس انت عارف احنا برضو يعني الحكم ده يعني كان هو اللي موجود في ماتش السنغال، وانت عارف احنا يعني قد ايه اتظلمنا في الماتش ده. لا يعني برضو اقدر اقول انه ذكرياته مع الكره المصريه جيده الى حد ما، يعني تحديدا مع النادي الاهلي، يعني مباراه الفاينل في دوري ابطال افريقيا في 2020، مباراه السوبر الافريقي برضو قدام الرجاء المغربي. الحقيقه برضو انه مصطفى غربال من الحكام الكويسين في افريقيا وشارك في كاس العالم. اكيد طبعا اكيد، يعني بالظبط، يعني من حكام. بس انت عارف بقى المصريين يعني الماتش ده كان مهم جدا ومحدش بينساه، فبيبقى دايما عندهم نوع من انواع القلق يعني. كلنا كان نفسنا نروح كاس العالم. طب كلمني على روح فريق الاهلي بعد انتهاء المباراه مع ريال مدريد، ويعني روحه عامله ازاي؟ انا عارفه هم يعني كان نفسهم يحققوا نتيجه اكيد افضل، وهم لعبوا يعني لعب جيد في الملعب، الروح عامله ازاي قبل لقائهم مع فلامينجو؟ يعني بالتاكيد الاهلي اغلق صفحه ريال مدريد تماما، كل في مباراه فلامينجو في روح معنويه عاليه برضه بجد، تألق الوجود في مدريد الاهلي في المباراتين امام اوكلاند سيتي واستاذ تونس الامريكي، فبتيجي معنويه عاليه. اكيد اكيد،
يعني انا بشكرك جدا، علشان انا كمان حاسه انه في مشكله عدم وضوح الصوت بشكل كبير، لكن يعني على الاقل احنا توقفنا عند عدد كده من الاخبار الخاصه ان شاء الله بالاهلي، نتمنى له التوفيق. هيلعب على المركز الثالث او الرابع مع فلامينجو البرازيلي، ونتمنى انه يحقق ان شاء الله المركز كده الثالث وياخد الميداليه البرونزيه. الناقد الرياضي عمر البنوبي، بشكرك شكرا جزيلا.